قصة غريبة جدا تابعتها آخر كم يوم، ما ردت أتكلم عنها حتى يعني نحصل على أجوبة الأول، وأيضا لأنه مو موضوع سياسي، بس لحد هسه يعني ماكو أي أجوبة مؤكدة على هذا الموضوع من يعني من أي جهة. من كنت صغير رحنا ويا أهلي لإنجلترا لندن، ومرة رحنا سفرة ويا مجموعة، المكان بعيد تقريبا 150 كيلومتر عن العاصمة لندن. هذا المكان بمجموعة من الصخور محطوطة بشكل غريب وبهندسة يعني مضبوطة جدا من مئات ويمكن آلاف السنين. Stonehenge is also about mystery. The big stone circle is only the most obvious part of the site. Lesser monuments, some much older and most of them buried under the soil now, stretch for miles across the landscape. محطوطة بمكان يعني بعيد كلش عن أي صخور، يعني بهذا الحجم، وما حد يعرف شلون جابوها وشلون رتبوها بهذا الشكل، لأن ماكو أدوات بذاك الوقت يعني تسمح لهم بهذا الشيء. ناس يقولون يمكن مخلوقات فضائية سوت هذا الصرح، بس يعني ما له جواب لحد الآن، كل واحد عنده فكرة معينة. أنا ما أتذكر، بس أهلي الله يرحمهم كانوا دائما يذكروني يقولوا لي أنت كنت كلش ضايج من هذا المكان، وقلت أقولكم أنتوا جايبين هنا كل هذا الطريق عم تشوفوني شوي أحجار. قبل أيام فريق بولاية يوتا بأمريكا كانوا بهليكوبتر بمنطقة جبلية معزولة من الولاية يدورون على يسوون إحصاء لنوع من الحيوانات اسمه بيج هون شيب. بصراحة يعني دورت الاسم هذا بالعربي لقيت غنج كبير، ظهر نوع من الماشية. هم دي يسوون شغلهم، لاحظوا فشي غريب، اقتربوا منه وهم عرفوا شنو هذا، فنزلوا بالهليكوبتر واستقصوا بأنفسهم. Crew landed the chopper and began to investigate, finding a shiny triangular monolith standing about two earthlings high, solidly mounted to the rock. One of the crew members notices the monolith points toward a split in the canyon wall, perhaps suggesting the alignment might have some type of Stonehenge-like significance. This is wild. There are many questions. Is it a rogue art installation, a practical joke? And most importantly, how did they get it here? هذا مونوليث، يعني بصراحة ما أعرف شو ترجمتها، بس معناها ببساطة صرح أو صخرة أو فشي مميز بمكان معين وحدة. انترنت خبل وقاموا يربطون الموضوع بمخلوقات فضائية وأشياء غريبة، والسلطات ما يعرفون أيضا شلون وصل لهذا المكان، لأن ماكو طريق لهذا المكان وكلش معزول وطرق وعرة كلش وجبال، فشلون جابوه وشلون حطوه؟ يقولوا ما نعرف إذا صار له شهرين أو إذا صار له 50 سنة. هو عمود مثلث من الستيل، سويه تقريبا ارتفاع 4 أمتار، محطوط بالأرض ومثبت مثل ما شفتوا، وما يعرفون شكوا بيه وشنو سبب وجوده هناك، وطبعا يعني منو حطه، بس المسؤولين يأكدون أنه هذا من صنع الإنسان، بس بنفس الوقت ما يقولون وين مكانه، يعني يقولون ما نريد الناس تجي لهيج أماكن خطرة ووعرة حتى تستكشف وتشوف شنو هذا الشيء. ايضا ماكو قرار اذا كانوا حيشيلوه او يبقوه او يدرسوه، فما ادري انتو شو تقولون، تصدقون بالسلطات لو تقولون اكو ان بالموضوع؟